السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار التواصل عن بعد، نحن الآن في مرحلة دعم القواعد، دعم قواعد تراكيب والصرف والتحويل والقواعد الإملائية. وأول درس في قسم التراكيب هو اللازم والمتعدي. فما معنى اللازم وما معنى المتعدي؟ حسب القاعدة، فالفعل اللازم هو الذي يقتصر على رفع الفاعل فقط. لازم هو الذي يقتصر على رفع الفاعل فقط. إذن سنحتفظ بهذه التعاريف وسنقوم بشرحها شرحا مبسطا من خلال الأمثلة. أما المتعدي فهو الذي يتعدى رفع الفاعل إلى نصب مفعول به أول وثاني وثالث. المتعدي هو الذي يتعدى رفع الفاعل، على عكس اللازم فهو يتعدى رفع الفاعل إلى نصب مفعول به أول وثاني وثالث إذا لزم الأمر. إذا هناك أمثلة. المثال الأول: ذهبت الأم إلى السوق. إذا ذهبت، إذا هو الفعل والأم هنا الفاعل، وهناك حرف جر واسم مجرور. إذا هذا الفعل فهو فعل لازم. لماذا؟ لأنه اقتصر فقط على رفع الفاعل، على عكس الفعل المتعدي الذي سنقوم بشرحه من خلال المثال الثاني. كتب الولد الدرس. كتب الولد الدرس، من خلال الإعراب كتب فعل، الولد فاعل والدرس مفعول به. إذا كتب على عكس ذهب، فهو تعدى رفع الفاعل إلى نصب مفعول به، بمعنى أنه لم يقتصر فقط على رفع الفاعل إنما تعداه إلى نصب مفعول به واحد. إذن فهذا الفعل فهو متعدي لأنه نصب مفعول به واحد. المثال الثاني: أعطى الأستاذ التلميذ هدية. إذن أعطى فعل، الأستاذ فاعل، التلميذ مفعول به أول، وهدية مفعول به ثاني. ففعل أعطى هو أيضا فعل متعدي نصب مفعولين بهما، نصب مفعولين بهما. والمثال الأخير: منح الغني الفقير درهما صدقة. إذا الفعل هو منح، الغني هو الفاعل، ونلاحظ هنا الفقير مفعول به أول، درهما مفعول به ثاني، وصدقة فهو مفعول به ثالث. إذن نلاحظ أن هذا الفعل متعدي نصب ثلاثة مفاعيل، نصب ثلاثة مفاعيل. إذن هنا بالنسبة لبعض الأفعال، فهناك أفعال تنصب مفعولا به واحد، وأفعال تنصب مفعولين بهما، وأفعال تتعدى مفعولين إلى نصب ثلاثة مفاعيل بطبيعة الحال، وهي جميعها أفعال متعدية. ودائما الفعل المتعدي فله ارتباط بالمفعول به وليس أي نوع آخر من المفاعيل. إذا بالنسبة للمفاعيل، هناك مجموعة من المفاعيل: المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول معه، لكن الفعل المتعدي له ارتباط بالمفعول به فقط. إذا كان هناك فعل وفاعل ومفعول به، نقول أن هذا الفعل متعدي، والفعل الذي يقتصر فقط على رفع الفاعل فهو فعل لازم.